بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم من جديد في قناة إسباس إلكترو. بعض الإخوان جزاه الله خيرا طلب مني عن كيفية إدخال تردد القناة الجزائرية قناة الفجر دي زد الجزائرية. هناك طريقة، إما الطريقة الأولى عن طريق البحث اليدوي أو البحث الأوتوماتيكي. الطريقة الثانية وهي إدخال التردد. أول شيء نقوم بالضغط على زر المنيو في الريموت كنترول، بعد ذلك نذهب إلى قائمة الترددات. بعد ذلك كما تشاهدون هنا اللون الأزرق لعملية البحث، اللون الأصفر لعملية الشطب، الأخضر للتحرير، واللون الأحمر لإضافة تردد. نحن نريد إضافة تردد جديد، يكفي الضغط على الزر الأحمر من الريموت. الآن ندخل التردد وهو على الشكل التالي 11,034، معدل الترميز 5000، 0 5000، والاستقطاب عمودي. بعد ذلك نضغط على أوكي من الريموت، نضغط أوكي مرة ثانية لنعلم على التردد. بعد ذلك نضغط على الزر الأزرق لعملية البحث. هنا بحث عن الشبكة، من الأفضل نعملها فتح. هنا نوع القناة جميع، هنا المسح اليدوي. الآن نضغط على أوكي. بدأت عملية البحث. الآن نضغط على نعم. كما تلاحظون سوف نعود، نضغط على إكسيت. بعد ذلك نضغط على أوكي لمشاهدة القنوات. كما تلاحظون ها هي القناة، قناة الفجر. هاي قناة الفجر كما تشاهدون. أغلب من يبحث على هذه القناة هم من محبي المسلسلات التركية، كمسلسل قيامة أرطغرل أو عثمان كما تشاهدون. أتمنى أن يستفيد الجميع. إلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.